السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو إن شاء الله سيكون في أصول في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم. أولا، السبب الرئيسي في الحديث عن هذا الموضوع وهو أصول في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم، فقط الآيات الكونية التي تتحدث عن الكون. نحن هنا لا نتحدث عن آيات العقيدة ولا آيات الأحكام ولا آيات الأخلاق، إنما نتحدث فقط وفقط عن الآيات التي وردت في القرآن الكريم وتتحدث عن الكون المشهود. مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 164، نسمع مع بعض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كما سمعنا لآيات لقوم يعقلون. يعقلون هذه الآيات القرآنية وهذه الآيات الكونية، وهذا جمع بين النقل السليم والعقل السليم. إذن المنهج القرآني هو يجمع المنهج القرآني بين النقل السليم والعقل السليم. إذن حسب الآيات القرآنية التي سمعناها، المنهج القرآني هو في الاستدلال هو النقل السليم لا يعامض العقل السليم. وهذا سبب ثاني أني أتحدث عن هذا الموضوع، أنه لا يوجد تعارض بين النقل السليم والعقل السليم.
ولكن قبل ولكن ورأيت أن بعض طلاب العلم الشرعي عندهم مشكلة في هذا الموضوع، أنه كيف أجمع بين النقل السليم والعقل السليم. فوجدت أنه كثير من طلاب العلم عندهم مشكلة في قضية الجمع بين النقل السليم والعقل السليم. ولكن هنا في سؤال قبل أن نسأل كيف نجمع، كيف نتحقق أن النقل سليم؟ القرآن قطعي الثبوت، وصل إلينا بالتواتر، ولكن قد يكون حديث. الحديث نعود لأهل التخصص، علماء الحديث، نسألهم هل هذا حديث صحيح أم غير صحيح. هي أول خطوة لكي نجمع بين النقل السليم والعقل السليم، أنه نتحقق من النقل أن الحديث يكون صحيح، ما يكون مكذوب، ما يكون موضوع، ما يكون يعني الحديث ليس صحيحا. إذن يجب أول خطوة أن نتأكد من النقل السليم. أن القرآن إحنا متفقين أنه قطعي الثبوت، أما الحديث لا، بدك تتأكد. هاي أول خطوة في قضية الجمع بين النقل السليم والعقل السليم. واعلم بارك الله بك أن هذا الموضوع اللي هو الجمع بين النقل السليم والعقل السليم حسب المنهج القرآني هو تخصص علمي كباقي التخصصات، مثل تخصص العقيدة، مثل تخصص المصطلح الحديث، مثل أي تخصص في العلوم الشرعية. لأن طالب العلم اللي بده يتخصص في هذه المادة اللي هي مادة الجمع بين النقل السليم والعقل السليم يحتاج إلى علم أدوات، وهذه الأدوات منها أدوات في النقل السليم ومنها أدوات في العقل السليم. فلهذا السبب تجد أن بعض طلاب العلم الشرعي عندهم مشكلة في الجمع. ليش؟ لأنه لا يملك الأدوات، إما ينقص أداة في النقل أو ينقص أداة في العقل. مثلا من أدوات العقل السليم أن العقل نفسه يكون سليم. كيف العقل يكون سليم؟ أول شرط من شروط العقل السليم، تحدثنا عن شروط النقل السليم أن يكون سليم، الآن نتحدث عن شروط العقل السليم. العقل السليم يجب أن يكون أولا متجردا مخلصا لله عز وجل. طبعا قد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أطلع على قلوب العباد، وهذا صحيح، لا أحد يستطيع أن يطلع على قلوب العباد، ولكن من خلال كلام هذا الشخص ممكن يعني أن تعلم إذا هو يتبع عقل سليم أم لا، لتعرفنهم في لحن القول. يعني في علم يسمى علم المنطق، يعصم الذهن من الخطأ والزلل، وهذا أيضا من علم الأدوات في العقل السليم. علم المنطق، كيف أستدل، هذا من أدوات العقل السليم، من علم الأدوات في الجانب العقل السليم للطالب اللي بده يجمع بين النقل السليم والعقل السليم، اللي هو ما يسمى التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي أو وهنا نحن نتحدث فقط وفقط عن الآيات الكونية. قد يسأل سائل يقول لماذا فقط الآيات الكونية؟ أنا أقول لك لماذا. لأنه آيات العقيدة محكمة، يعني لها معنى وحيد، مثل قل هو الله أحد، لن يختلف اثنين على قل هو الله أحد ما معناها، هذه آية في العقيدة. فأما الآيات الكونية لا، عندما تدرس أقوال الصحابة
تجد أنه الآية الكونية اللي بتتحدث عن الكون تحمل أكثر من معنى، لأنها من آيات الآيات المتشابهة. حتى بعض الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وغيره، كما قرأت أنا في موسوعة التفسير المأثور، تجد له أكثر من قول في نفس الآية، يعني نفس الآية له قولين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا بين النقل السليم والعقل السليم. كيف ذلك؟ عندما كان ينزل القرآن الكريم على الصحابة، هم أهل اللغة، هم أهل اللغة بالسليقة، اللغة العربية عندهم بالسليقة، فكانوا يفهموا القرآن حسب اللغة العربية، وهذا جمع بين النقل السليم والعقل السليم. فهم الصحابة للقرآن الكريم حسب سياق اللغة وسليقة اللغة هو جمع بين النقل السليم والعقل السليم في حد ذاته. ومع هذا أيضا كانوا ينظرون في أسباب النزول، هم عاشروا أسباب النزول، وهذا جمع بين النقل السليم والعقل السليم. إذا منهج الصحابة اللي أقرهم عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الجمع بين النقل السليم والعقل السليم، بدليل فهم الصحابة للقرآن الكريم حسب سياق اللغة وحسب أسباب النزول. الآن الآيات، آيات التوحيد ثابتة، لماذا؟ لأن لها معنى وحيد نفهمها كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم والقرون الثلاثة الأولى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا في آيات العقيدة والشريعة والأخلاق، نفهمها كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين، وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الآيات الكونية نرى أن الصحابة فهموها، يعني عندما تقرأ أقوال الصحابة في الآيات التي تتحدث عن الكون فهموها فهما مجملا حسب سياق اللغة. إحنا الآن ماذا نفعل في هذه الآيات التي تتحدث عن الكون؟ نأخذ أقوال الصحابة المجملة ونفصلها حسب العلم الحديث وما وصل إليه العلم الحديث، ولكن هذا يحتاج أيضا من طالب العلم المهارة أنه يستطيع أن يميز بين الفلسفة الإلحادية في العلم الحديث وبين الحقيقة العلمية في العلم الحديث وبين الفرضية في العلم الحديث وبين النظرية في العلم الحديث وبين تأكدنا من نظرية ما، لأن النظريات ليست كلها على نفس المستوى من التأكد، لا، في خلط كبير جدا. يعني في مثلا فلسفة إلحادية ممكن تجد طالب العلم يقول لك هذه النظرية، لا هي مش نظرية، هي فلسفة إلحادية. فهذا من أدوات العقل السليم أن الطالب يكون قادر على التمييز بين الفلسفة والفرضية والنظرية والحقيقة العلمية، ولا يربط القرآن الكريم بفلسفة أو بفرضية قابلة للتغيير، وإنما يربط بين النقل السليم والعقل السليم الحقيقة العلمية الثابتة اللي صعب أنها تتغير. أو البعض يجوز يقول لك نظرية ولكن متأكدين منها بدرجة كبيرة جدا، لأنه فعلا في نظريات ستبقى نظرية
وهذا يحتاج من طالب العلم يفهم معنى كلمة النظرية، لأنه حتى معنى كلمة النظرية عند بعض طلاب العلم الشرعي غير مفهومة. يعني هو يظن النظرية أنها كلام مكتوب على ورق، يعني في أي لحظة ممكن نقذف هذه الورقة في الزبالة، وهذا غير صحيح من الناحية الكونية. النظرية من الناحية الكونية حسب الطريقة العلمية الحديثة تم إثباتها بحقائق وشواهد كونية كثيرة، فلهذا أصبحت نظرية. يعني مثلا نظرية الانفجار الكبير، هل ستتغير؟ هل من السهل أنها تتغير؟ الجواب لا، لأنه عندك مثلا عالم مثل فريد هويل جلس 50 سنة يحارب نظرية الانفجار الكبير، ومع هذا لم يفلح. لماذا؟ لأن النظرية قوية، في لها شواهد كونية كثيرة. نحن نقول أن الله خلق الكون بفتق الرتق، كما أخبر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب هذا نقل سليم، ربطنا بما يسمى بين قوسين نظرية البيج بانج أو الانفجار الكبير، مع أنه التسمية خاطئة ولكن المعنى صحيح، كانتا رتقا ففتقناهما، وهذا هو الاسم العلمي الصحيح، أنه رتق ثم فتق. لماذا ربطنا هذا بهذا؟ لأن النقل عندنا سليم اللي هو القرآن الكريم، والنظرية لها شواهد كونية كثيرة، صعب أنها تتغير خلال مثلا خلال 100 سنة اللي فاتت. النظرية لم تتغير، ولم يستطع أحد أنه يهدم النظرية، وكذلك 100 سنة من الآن، لأنه في حقيقة كونية اللي هي توسع الكون، وهو مشاهد بالعين المجردة، مشاهد عفوا بالأجهزة، توسع الكون. فإذا عدنا بالزمن إلى الوراء، الكون كان رتقا حسب قوانين الفيزياء، وهذا التفصيل يحتاج من طالب العلم إلى أدوات لكي يستطيع أن يفصل في الجانب العقلي اللي هو العقل السليم. أنه ما يجي مثلا طالب العلم يقول لك أي اسمها نظرية، خلص ما دام اسمها نظرية معناته كبة بزبالة، لا هذا غير صحيح. أو مثلا بيجي بيقول لك الطالب هذه تستند إلى معادلات رياضية، طيب ما هي المعادلات الرياضية تستند إلى علم المنطق العقل السليم، شو الحل هون؟ الحل أنه ننظر في المعادلات وقوة المعادلات، لأنه مش كل الفرضيات على نفس المستوى من القوة أيضا، كما أن النظريات ليست كلها على نفس المستوى من التأكد، كذلك الفرضيات ليست كلها على نفس المستوى من التأكد. ولكن اعلم أنه الفرضية لا يمكن أن تصبح نظرية حتى نأتي بشواهد كونية مشاهدة من خلال أجهزة هابل تلسكوب أو تشاندرا تلسكوب أو مايكروسكوب. المهم الفرضية لا تتحول إلى نظرية إلا بالمشاهدات الكونية، بصير عندك معادلات منطقية رياضية، وهذا ما يسمى المنطق الرياضي. هذا أيضا من أدوات طالب العلم اللي بده يجمع بين النقل السليم والعقل السليم. في أدوات كثيرة، من هذه الأدوات علم الجبر، من هذه الأدوات علم الفيزياء، من هذه الأدوات علم الكيمياء، طبعا على حسب الآية اللي أنت بتبحث فيها. يعني مثلا الآية تتحدث عن علم الجبال مثلا، في قوله سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا. هون أنت بدك تبحث كطالب علم في النقل السليم أولا، السنة النبوية الصحيحة، الأحاديث،
البخاري ومسلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجبال؟ هل في حديث عن الجبال؟ تنظر في القرآن، تجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجبال أوتادا وجعل فيها رواسية، ماشي. هذا من الجانب النقلي. الآن من الجانب العقلي بدك تبحث كمان، بدك تبحث في علم الجيولوجيا، وماذا قال علم الجيولوجيا عن الجبال؟ وهذا بحث في الجانب العقلي. فعندك بحث في الجانب النقلي وعندك بحث في الجانب العقلي، هذا في آية واحدة، والجبال أوتادا، وتجمع بين النقل السليم والعقل السليم. ليش؟ لأنه هذا هو المنهج القرآني، الجمع بين النقل السليم والعقل السليم، هو تخصص. قد بعد كل هذا البحث لا تستطيع أن تجمع بينهما، ماذا نفعل؟ نقدم النقل على العقل طبعا. لماذا؟ لأن العقل في النهاية محدود، وقد يكون العلم لم يصل إلى هذه المعلومة بعد، لهذا نقدم النقل على العقل. منطقيا العقل محدود، والشرع خاطبنا بما هو داخل حدود العقل وما هو خارج حدود العقل. فهذا أيضا موضوع آخر، أني أنظر هل أقوال الصحابة تدخل في العالم المشهود أم تدخل في عالم الغيب أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا برضو بحث آخر. ففي يعني قضية الجمع بين النقل والعقل ليست سهلة، لا، في مواضيع كثيرة تحتاج أنت كطالب علم أنك تبحث فيها، أنه ممكن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن عالم الغيب بالنسبة للجبال مثلا، أو بالنسبة للسحاب، أن مثلا هذا السحاب موكل به ملك، طيب هذا في عالم الغيب، هذا ليس في عالم الشهادة. إحنا هون بنجمع بين النقل السليم والعقل السليم في حدود العقل ما يدخل في عالم الشهادة فقط، أما عالم الغيب لا، هذا 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 ليس لنا فيه إلا التصديق. لماذا؟ لأنه يغيب عنا ولا نأخذه إلا بالخبر الصادق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نحن إذا تعارض عندنا نقل سليم مع عقل سليم ننظر هل هذا النقل يتحدث عن عالم الشهادة أم عالم الغيب. إذا يتحدث عن عالم الغيب خلاص نقدم النقل، لأنه هذا لا يدخل في البحث أصلا عالم الغيب. طب إذا يتحدث عن عالم الشهادة نحاول أن نجمع بين النقل السليم والعقل السليم في عالم الشهادة في حدود العقل المحدود. طيب إذا لم نستطع، يا أخي العلم لم يصل لهذه المعلومة، نقدم النقل على العقل، لأن دائرة النقل أوسع من دائرة العقل. إذن إحنا مبحثنا وين؟ بالجمع بين النقل السليم والعقل السليم في حدود العقل في حدود الكون المشهود. فإذا استطعنا فعلنا كما هو المنهج القرآني، إذا لم نستطع نقدم النقل السليم على العقل السليم. أرجو أن تكون هذه يعني بعض النقاط في قضية أصول في التفسير العلمي. فإن شاء الله نلتقي بفيديو آخر في نفس الموضوع، أصول في التفسير العلمي. وبرضو يجب أن نتأكد من المعلومة في العقل السليم أنه هاي حقيقة علمية ثابتة أو نظرية قوية جدا صعب أنها تتغير لشواهدها الكونية، مثل الانفجار الكبير صعب أنها تتغير. يعني كل واحد دارس لقضية الانفجار الكبير يعلم أنه في تعديلات على النظرية، بس هي كنظرية أن السماوات والأرض كانتا رتقا ثم فتقت صعب أنها تتغير.
من الآن إلى 100 سنة أو 1000 سنة قادمة. يا سيدي نفترض بعد كل هذا أنه إحنا أخطأنا مثلا في الجمع بين النقل السليم والعقل السليم، هذا أيضا لا يضر بالقرآن في شيء. نقول أخطأ المفسر، اجتهد المفسر في الجمع بين الأدلة بين النقل السليم والعقل السليم حسب معطيات العلم الحديث، وحاول أن يتثبت المفسر ولكن أخطأ يا أخي. طيب هل هذا يعيب القرآن؟ الجواب لا، يبقى الخطأ خطأ المفسر. نقول أخطأ المفسر، اجتهد وأخطأ. جزاكم الله خيرا، هذه بعض يعني النقاط في قضية التأصيل إلى التفسير العلمي للآيات الكونية فقط التي وردت في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.